التكنولوجيا اللي اتطورت دلوقتي في النت اللي لسه بنتكلم عنها من شويه، او وسائل الاعلام المرئيه دلوقتي الموجوده، بقت تساعدك دلوقتي على انك تبث وانك تحبك. يعني اقدر اقول ان الدكتور جميل عايز يبقى في تطوير للماده 336 في مجال النصب الالكتروني؟ نعم، لان كان في جانب من الفقه يقول لك ده النصب ده لازم يكون من انسان في مواجهه اخر. انت هنا واقف قدام آلة اللي هي الماكينة او الموزع النقود الالكتروني. الآلة دي انا ضحكت عليها وقلت ان مش انا دخلت لها كارت مش بتاعي. ما ينفعش انك تقول انا ضحكت عليها، انما انا بقول ضحكت على المبرمج اللي وضع في ذاكرتها اجراءات الحصول على المال. على الشركة المالكة للآلة. هو الكلام ده كله احنا قلناه ليه؟ عشان نقول ان النص القائم كافي لمواجهة هذه الحالة. انما المفروض المشرع يتدخل بنص صريح واضح قاطع. مع التطور الموجود يقدر يقول هو في الحاله كذا كذا في الحاله كذا كذا. قانون المعلوماتيه الجديد اعتقد ان حاليا دلوقتي القانون اللي هو خاص بالجرائم الالكترونيه عموما او المعلوماتيه عموما ده هيجرم كل الحالات دي التصرفات. بس يعني احنا ماشيين لحد دلوقتي على الماده 336 اللي هي مظاهر الحيويه واستولى على جزء المال او كل المال. الماده 336 هي الفكره، بس ان الوسيله بس هي اللي اختلفت. كنا اتكلمنا